قد صار يعني متدهور لأبعد حد، والمواطن حالته يعني يرثى لها، مش قادر يعني يعيش بوضع زي كذا. احنا الآن أصحاب المحلات مغلقين تماما، يعني أصبح يعني فاتحين أو مغلقين زي بعض، ما فيش استهلاك للبضائع. اليوم مسيرات غاضبة في تعز احتجاجا على ارتفاع الدولار وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، فأصبحت الأسعار ثلث ما كانت عليه، بأضعاف ما كانت عليه ثلاث مرات، وستستمر هذه المسيرات إلى أن يتم حل هذه المشكلة. كما نوصل رسالة للتحالف، نحن لا نريد وديعة، وديعتهم تبقى لهم، نحن نريد تفعيل المواني وتصدير الغاز والنفط.